أعزائي الأصدقاء، أرحب بكم. أنا حميد عقبي من باريس، أحييكم في هذه السلسلة المهمة جدا، تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. وأنا في هذه الحلقة أصل إلى الحلقة 100. هذه الحلقة 100، يعني بمعنى نحن تحدثنا عن 100 فيلم، تحدثنا عن أكثر من 50 إلى 60 إلى 70 مخرج سينمائي حول العالم. بدي في هذه الحلقة أتناول فيلم مرعب، فيلم ليس من الأفلام السهلة التي يمكن فهمها، فيلم ليس يعني سهلا مشاهدته، ليس سهلا أبدا أن حتى شرحه، حتى أن ندخل في نقد هذا العمل. هذا العمل صرخات وهمسات للمخرج السويدي العظيم الشاعر الكبير أنغمير برغمان، أو أنغمير برغمان، انطقوه كما تشاءون. كنت قد كتبت قبل سنوات عدة مقالات حول هذا الفيلم، ولعلكم ستجدون بعض هذه المقالات. من ضمن هذه المقالات مقالة كتبتها بعنوان صرخات وهمسات المخرج أنغمير برغمان، الموت في قصيدة سينمائية حمراء. أنا كتبت عدة مرات أو أكثر من 10 مقالات تقريبا عن هذا المخرج الشاعر، وهذا من ضمن اختصاصي في سينمائية القصيدة الشعرية في السينما الشعرية. نحن هنا في هذا الفيلم ربما هو استقرائي، عندما نرى الشاعر أو عندما نعود ونستمع إلى امرؤ القيس، وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. نحن في هذا الشعر أو في هذه القصيدة أو هذا الشاعر لم يكن يعبر فقط عن اللحظة التي يعيشها بقدر ما يعبر عن لحظة إنسانية. عندما رسم سلفادور دالي، عندما رسم بيكاسو لوحاته المعادية أو التي يعني تعكس آراء ضد الحرب، تعكس آراء ضد عنف الإنسان، تعكس آراء ضد أزمة الله. وأنا تحدثت قبل ذلك بفيلم كلب أندلسي عن أزمة الله وهذه الحروب الكثيرة جدا التي نشاهدها. نحن لا نشاهد فقط حروب وخرابات هذا العالم، نحن نشاهد ونستمع ونرى كل يوم هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأمهات، كبار السن، الشباب الحالمين بالمتعة، الحالمين بالحياة، وهم يعني يأخذونهم وهم تحت الأنقاض، تحت أنقاض القنابل الفوسفورية، تحت أنقاض السيول المدمرة، الزلازل، البراكين حول العالم. هذا الموت الذي يحيط بنا من كل جانب. أعتقد أن هنا هذا في هذا الفيلم أنغمير برغمان 1972 لم يكن يتحدث فقط عن بلده السويد، عن أزمة الإنسان، الأزمة الروحية، الأزمة الأخلاقية، الأزمة الإنسانية، ولكنه كان يتحدث عن أزمة الإنسان، هذا الإنسان الذي يعيش من أزمة إلى أزمة، وهذا الإنسان الذي تورط في هذه الحياة، تورط في أن يكون على هذه الأرض، تورط في أن يكون في أن تمسخ حياته. لأن الإنسان هنا، نحن لا نتحدث عن الإنسان أو أن البشر هؤلاء ليسوا هم جميعا بأخلاق واحدة، ليسوا هم جميعا بمسار واحد. هناك من أصبح قاسيا، هناك من أصبح جامدا، هناك من أصبح يعني مرعبا، وهناك ايضا من يعاني الالم، هنالك ايضا من يعاني القسوه، يعني هذه القسوه التي تاتي وهذه القسوه التي تكون على الانسان، كيف المخرج منها؟ كيف المخرج؟ يعني ما يعني كل انسان، يعني هنا البحث عن السعاده، هنا الخوف من الموت، هنا طبعا ساعود بكم الى الفيلم. انا لا اريد ان اتحدث فلسفيا ولست فيلسوفا. هذا الفيلم وفي أروقة هذا القصر الواسع، هذا القصر الفخم، هذا العالم المتسع جدا، هنا يهيمن اللون الأحمر على الديكورات، الستائر، الفرش، وفي ممرات وغرف هذا القصر تتحرك 4 شخصيات نسائية بلباس أبيض. من حين إلى آخر نسمع همسات هذه الشخصيات، من حين إلى آخر نسمع صرخات ممزوجة بالألم والمعاناة. تمتزج هذه الهمسات الداخلية لكل شخصية مع صرخات قوية ومقلقة ومفزعة. إذا أردنا أن نلخص قصة هذا الفيلم فيمكن أن نختصرها ونقول إن الفيلم يحكي قصة سيدة أنيس. أنيس هذه السيدة المصابة بالسرطان، هذه السيدة صاحبة هذا القصر العظيم، هذا القصر الكبير. تقضي أيامها الأخيرة في فراشها، ترافقها أختيها كارين وماري وخادمتها أن.
الفيلم يتكون من مشاهد كثيرة جدا، ينتهي كل مشهد باللون الأحمر لينقلنا إلى مشهد آخر يلعب فيه اللون الأحمر الزاهي دورا أساسيا، فيخترق الشخصيات من الداخل. يظهر لنا برجمان هنا، يظهر لنا أنغمير برجمان هنا، ما بداخل هذا الإنسان؟ هذا هو الأحمر الذي يقلقنا نحن أيضا كمشاهدين، هذا الذي يفزعنا. هذا الفيلم بعد مشاهدته يمكن أن يكون جزء من أحلامنا، من كوابيسنا، يؤكد المخرج، يؤكد هذا الشاعر والذي صنع جميع أفلامه بالاشتغال وتفكيره وخيالاته المتعددة، تأملاته في اللون الأسود والأبيض. لكنها في هذه التجربة تختلف تماما. في فيلم صرخاتها مساء كان الاشتغال على اللون الأحمر هو التعمق داخلي في هذه الروح الإنسانية. نحن هنا مع تنين مخلوق آخر، نصفه طائر والنصف الآخر حوت، لكن كل ما بداخل هذا الكائن لون أحمر، لون مفزع، لون مقلق. طبعا المكان والصمت يسود، والصمت من أحد ومن أهم أبطال هذا العمل. وهنا هذا الصمت المتوتر المتعدد الأشكال المتعدد الأنواع هنا لكي يعطي ضخامة، لكي يعطي تضخيم للون الأحمر على كل شيء، أرضية، الستائر، الأثاث. تظهر بعض التحف والإكسسوارات في البداية، إحنا نسمع تحركات هذه الساعات، نسمع تحركات عقارب الساعة في بداية العمل، تصدر بعض القلق. يعني هنا أيضا أود أن أقول، وهذه البداية إنها بداية مقلقة، بداية هي أشبه بالصرخة وصداها. هو هنا جوهر المعاناة التي يحاول أن يقدمها هذا المخرج، هي شديدة الوضوح وهي أيضا شديدة التعقيد. هو يريد أن يصور عذابات هذه الشخصيات، يعني يظهر صوت الخشخشة ترتفع للغاية لأنه يكسر الإطار. هنالك أطر يجب أن تكسر، هنالك أشياء يجب أن تقدم. الدقائق الأولى من الفيلم هنا رؤية شعرية أكثر من أنها رؤية سينمائية. هذا الريف، هذا المحيط بالفيلا، هذه الأشجار القوية، هذه الأشجار المرتفعة التي تعانق السماء، كلها هنا نجد بعض اللقطات يعني ما بين المتوسطة ثم تذهب إلى لقطات والتركيز على لقطات قريبة جدا وقريبة على الساعات في المنزل. يتخلل المشهد دقات يلعب فيها الصمت، يلعب فيها الهدوء، ثم يلعب فيها أيضا في نوع من الفزع. تتلاشى هذه الدقات لنسمع أنفاس أنيس. أنيس هذه المرأة التي تعاني هي في مرحلة الموت، هي مرحلة هي ميتة وهي لا ميتة، أشرجة الموت التي يحاول دائما أنجمير برجمان أن يصورها برعبها، بمصداقية، بلحظاتها المفزعة. يعني في كثير من الأفلام دائما ما يركز أنجمير برجمان على هذه اللحظات حيث لحظات الاستيقاظ من النوم، لحظات النعاس الشديد، لحظة ما قبل الموت. يعني أنجمير برجمان ليس شاعرا بقدر ما هو، يعني ليس شاعرا بسيطا، ليس شاعرا عاديا، ولكنه يعطي أو يصنع هذه الكومبوزيشن، هذا التكوين المليء. نحن سنجد هنا مرايا متعددة، مرايا يعني ذات أشكال متعددة، ذات يعني سطوح متعددة، ليست يعني هي كلها مرايات واحدة. هنا المرايات لا تعكس فقط الجسد بحيث أنها أيضا تعكس القلق الإنساني. هنا أنيس هذا وهي التي أصيبت بسرطان الرحم، سرطان الفرج. هنا أنجمير برجمان وكأنها يقول، هذه أمنا، هذه حواء، هذه الذي ولدتنا جميعا، ها هو هذا الرحم، هذا المخرج الذي نحن خرجنا منه، ها هو مصاب بالتلف، ها هو مصاب بالمرض، ها هو مصاب بالتورم. هذه أمنا التي أخرجتنا، هذه أمنا التي دعتنا إلى الحياة، هذه أمنا التي وعدتنا بأن تكون حياتنا ربما سعيدة، أو تمنت على الأقل أن تكون حياتنا سعيدة، ولكن ها هو فرجها يؤلمها، ها هو السرطان ينهش في هذا الفرج، هذا المخرج الذي خرجنا منه جميعا. الجزء الآخر أيضا سنجد أيضا أن هنالك أخت، يعني اللي هي كارين، هذه تلك المرأة
تلك المرأة التي هي متزوجة من رجل أعمال، هذا الرجل، هذا الشخص المتجهم الوجه، هذا الشخص الذي يعني دائما أجمير برجمان يركز على العلاقات الإنسانية، يركز على العلاقات ما بين الأزواج، يركز على العلاقات ما بين الأسرة بعضها البعض، الابن وابنها، البنت وبنتها، حتى السيدة والخادمة كما في هذا العمل. هذه المرأة يعني كارين، عندما تجد نفسها، عندما تجد هذا الزوج المنشغل بهمومه، بطموحاته، بأحلامه، بالبرستيج بتاعه، بالنظام الاجتماعي الذي هو يريدها هو كجزء تكميلي فقط من النظام الاجتماعي، هو لم يشعر بها كمرأة. يعني هذا الإنسان شلون احنا يعني أصبحنا في هذه، يعني أجمل برجمان هنا لا يحكي فقط عن السويد، عن المتغيرات الاجتماعية، المتغيرات القلق الإنساني الموجود في السويد، بحيث أيضا أن يحكي على القلق العالمي، القلق الإنساني. يعني كيف أصبحنا نحن في هذه الزاوية الحرجة جدا؟ كيف أصبح هذا الانفصال؟ يعني هنالك طبقة برجوازية، هنالك طبقة عليا، هنالك طبقة حاكمة، هنالك طبقة يعني لديها كل شيء، لديها المال، لديها السلطة، لديها كل شيء، ولكن هذه الطبقة أيضا تعيش أزمة أخلاقية، أزمة فقدان الإحساس. يعني هؤلاء لا يحسون بالبشر، هؤلاء الساسة الذين يديرون هذا العالم، هؤلاء رؤساء المنظمات الدولية، هؤلاء رؤساء المنظمات الإنسانية، هؤلاء الذين يمتلكون الجوازات الدبلوماسية، هؤلاء السفراء، هؤلاء الوزراء، هؤلاء كلهم جميعا فقراء، لأنهم لم يعودوا يحسوا بنا، لم يعودوا يحسوا بهذا العالم الذي يعني أصبح الموت هو البطل. الموت هو البطل، المرض، الأوبئة، السيول، الحروب، كل هذه الأشياء حاول أجمل برجمان بهذا الفيلم أن يصورها، حاول أن يعملها، حاول أن يظهر هذا العالم المظلم، حاول أن يظهر هذا الإنسان الذي، أو هؤلاء، هذه الطبقة البرجوازية التي هي بيدها مفاصل أمورنا، هي بيديها أن يمكنها أن تحقق بعض السعادة لهؤلاء البشر، والبشر جميعا في هذه الكرة الأرضية. كم من مرات عقدوا يعني مؤتمرات للمناخ، كم من مرة عقدوا مؤتمرات للسلام العالمي، كم من مرة أعتقد عملوا مؤتمرات لإيقاف حروب، ولكنهم كانت عبارة، إنها عبارة برستيج، عبارة مسائل شكلية، لكنهم في عمقهم عمق أسود، عمق متوحش، هم لا يريدون يعني أن تقف هذه الحروب، هم لا يريدون أن تقف هذه الأزمات، هم لا يريدون أن تكون حياة البشر في هذه الأرض حياة سوية، حياة تسير نحو السعادة. هم هنا دائما كلما يفكرون به أمرهم، كلما يفكرون به كيف يشترون ربطات العنق الأنيقة، زجاجات العطر الفخمة، البذلات الكبيرة، لذلك هم يعيشون هذه الأزمة، هم انفصلوا عنا وهم أصبحوا. ولكن هنا أيضا هنا عتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هنا أنجمير برجمان كما يقول لويس بون ويل، كما يقول أيضا جان كوكتو، كما يقول أيضا أندري تاركوفسكي في هذه الأفلام، يقولون أنت يا الله لماذا خلقتنا بهذه الصورة، لماذا خلقتنا لكي تخلق أيضا جزء منا، لكي يمسخ جزء منا بحيث يكون أداة من أدوات التعاسة وليس أداة من أدوات السعادة. يعني هؤلاء الذين انفصلوا، هؤلاء الذين استخدموا كل شيء، استخدموا الدين، استخدموا الله، استخدموا كل شيء، ليس من أجل سعادتنا، ليس من أجل، ولكن من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات التي اكتسبوها. هم اكتسبوهم أنهم في يعني مركز مهم جدا، هم هنا، هذا الرجل الدبلوماسي زوج كارين هو لا ينظر إلى كارين، هو لا يراها، هو لا يسمعها، هو لا يحس بها، لذلك هي تشوه فرجها، تشوه هذا الفرج الذي يعني كان أو هو يريده أو سيأتي ليستمتع به فقط، وكأنها تقول لقد أغلقت عليك المكان، لقد أغلقت عليك المتعة، لقد أغلقت عليك لأنك أنت لا تستحق، لا تستحق اللذة، لا تستحق لحظة سعادة. كارين أصبحت امرأة تخاف، يعني أنتو الشابل شو أصبحت لا تستطيع، لا تتحمل أن تلمسها الخادمة وهي تخرج، أو وهي تنزع عنها ملابسها الحديد، حتى أختها لا تستطيع أن تحتضنها. أعزائي أصدقائي، هذا العمل من الأعمال المربكة، أعود لكم بعد لحظات نتحدث عنه.
الأعزاء الأصدقاء، أرحب بكم. أنا حميد عقبي وأتابع معكم هذا العمل، هذا الفيلم صرخات وهمسات عن دمير بردمان 1972. أنا لا أخفي قلقي من فشل هذه الحلقة لأنها الحلقة المئة، ورغم أني حاولت يعني، لكن أنا موجود في مكان فيه الكثير من الضجيج، فيه الكثير من كذا، ولكن أيضا لأنني أشعر أنني فاشل في هذه الحلقة، وربما لذلك سنعود إلى هذا العمل مرة أخرى. يعني هذا العمل وأنت تتحدث عنه، هذا الفيلم، وبعد أن تشاهده فإنك ستشعر بالصدمة، ستشعر بالفراغ، ستشعر بأن هذا العمل يناديك، بأن هذا العمل يتناقش معك، بأن هذا العمل يعني مرسل إليك أنت، بغض النظر عن كينوناتك، بغض النظر عن دينك، بغض النظر عن موقفك تجاه القضايا الإنسانية، تجاه القضايا الفكرية. يعني نحن هنا أمام شاعر، لذلك هذا الشاعر فهو يرسل هذه الرسائل المتعددة، يرسلها إليك كمتلقي، لا يرسلها لك لأنك أنت تعيش في 1972، لأنك سويدي، لأنك أبيض، لأنك أزرق العينين، لأنك أوروبي، لأنك، ولكن هو يرسلها لك لأنك إنسان، يرسل لك هذا القلق عن جمال برجمان. وفي كل أفلامه تقريبا يمص الحرب، يلامس هموم الإنسان، يلامس هذه الحياة المعقدة، هذه الحياة يعني، ويناقش الله في هذه الحياة، يناقش الله في مصير هذا الإنسان، هذا الكائن الإنساني. أنت الذي خلقته، أنت الذي وعدته بالسعادة، أنت الذي وعدته بالأمان، أنت الذي وعدته بالسلامة، ومع ذلك فأنت تصيبه بالأمراض، مع ذلك فأنت ترسل إليه الحرب، مع ذلك فأنت ترسل إليه الموت، مع ذلك فأنت ترسل إليه إنسانا قاسيا يقضي عليه. يعني ونحن نتأمل، أقول نحن نتأمل، تعالوا نتأمل هذا الكون، تعالوا نتأمل هذه الخارطة الإنسانية، تعالوا نتأمل أفريقيا وما فيها من بشع، تعالوا نتأمل يعني أوروبا. يعني هنا العمل هذا ربما كان البناء فيه من خلال صورة، وهذه الصور ليست يعني صورة أحادية، ليست صورة ثنائية بقدر ما إنها ربما تكون صورة ثلاثية، صورة رباعية. نحن هنا مع حبكة، ونحن هنا لا نتحدث عن ماضي، لا نتحدث عن بطل واحد، لا نتحدث عن ألم واحد، نحن هنا وجه لوجه مع الموت. المواجهة مع الموت من الأشياء الصعبة، من الأشياء التي لا يمكن، يعني نحن كبشر مهما تكون قوتنا، مهما تكون معرفتنا بالموت، مهما يكون إيماننا، لكننا سنكتشف أيضا يعني ضعفنا الكبير جدا. نحن هنا سنرى أن هذه الخادمة الموت سلبها ابنتها، سلبها حبيبتها، سلبها يعني البنت التي تحبها. مع ذلك هي تصلي لكي تكون هذه روح هذه البنت، لكي تكون روح هذه الطفلة، لكي تكون هذه الطفلة في أمان، لكي تكون هذه الطفلة في سلام، لكي تكون هذه الطفلة تحلق مع الملائكة، لكي تكون هذه الطفلة يعني في، لكي يرعاها الرب، لكي ينتبه إليها الرب. صلي إلى الرب، يعني لا تسأم من الصلاة، لا تسأل من التسبيح. أنجمير برجمان يقف أمام هذا المؤمن، يقف أمام هذا المؤمن بتعجب كبير جدا. كيف أنت وأنت مصاب مثلا بالجدري، كيف أنت مصاب بالطاعون، كيف وأنت في اللحظات الأخيرة من موتك، كيف وأنت تفقد أحبابك، كيف وأنت تفقد أصدقائك، كيف وأنت تفقد ابنتك، كيف وأنت تفقد أبوك، كيف وأنت تفقد أمك، ومع ذلك فأنت تكون مؤمنا بالله، تعرف أن الله لن ي... يعني أن الله سيرعاهم رعاية جيدة، أن الله سيهتم بهم اهتماما جيدا. وأنت في هذه اللحظة الحرجة، هذه أسئلة يعني ليست بالأسئلة السهلة، هذه الأسئلة يعني أسئلة ربما خطيرة جدا، وهي دائما محاولة، وهي دائما محاولة لفهم الموت، هي دائما محاولة لفهم أوجه الموت المتعددة، هذا الموت الذي لا يلبس قناعا واحدا، لا يلبس يعني رداء واحدا، ليس بمظهر واحد، هو لا يأتيك وأنت يعني في أرض العمر، هو لا يأتيك وأنت كذا، ولكن يمكنه أن يسلب منك الكثير من الأشياء. إذا فأنت هنا المؤمن يعني يتسم بالرضا، يتسم بالتضحية، يتسم بالتواضع،
سنجد أن آن هون الخادمة البسيطة الفقيرة المتعبة الحزينة تعطي جسدها، تعطي حنانها، تعطي صدرها، تشق صدرها هكذا لكي تقوم أنيس هذه السيدة المتعبة المرهقة لكي ترتمي في هذا الصدر الدافئ تلك يعني تلك الكائن، ذلك الكائن الذي يشعر بالبرد رغم أنها في غرفة، رغم أنها في يعني في سرير وتير، ولكنه هذه اللحظة لحظة الموت. أي منا سوف يشعر بهذه اللحظة؟ سيشعر بالبرد، البرد القارس الذي يبدأ يلتهم الأرجل، الذي يبدأ يلتهم أصابع اليد، الذي يبدأ يلتهم الشفتين. سنرى أيضا يعني هنا سنعود إلى شخصية أخرى، مثلا ماري. ماري تلك الفتاة التي متزوجة من رجل أعمال، هذا الرجل أيضا مهتم بماله. سنراها كيف أنها تعقد علاقة غير شرعية تزني مع ذلك الطبيب. الزوج وهنا عندما يأتي ويحاول أن ينتحر يطعن نفسه، يعني لأنه يحس بهذا الفراغ، لأنه يحس أنه فقد هذا الجسد، لأنه يحس أنه كذا. لكن هنا أيضا أنجمير برجمان يرسل لنا، يحاول لنا، يقول لنا راجعوا أنفسكم، راجعوا تاريخكم، راجعوا أحاسيسكم، راجعوا هذه الروح التي تتسخ. نحن إذا مع دراما شعرية مقلقة، يعني بطولتها هؤلاء النسوة نستطيع أن نتعرف عليهن بشكل سريع، أن نستمع إلى أشياء كثيرة جدا. يعني آنيس تلك الفتاة أو تلك المرأة التي حبت الرسم، حبت الفن، حبت العزف على البيانو، يعني تكتب ذكرياتها، تكتب مذكراتها. هي لم يدخل في حياتها رجل، لم تطعم طعم الحب، لذلك فهي في اللحظات الأخيرة في الرمق الأخير، ها هي الآن تتمسك بنوع من الحنان، بنوع من اللذة، سموها لذة جنسية، ولماذا لا؟ لماذا لا تتمتع؟ لماذا لا يتمتع؟ يعني هي بنظر الأخوات ميتة، لكن بنظر هذه الخادمة، بنظر هذه الإنسانة، إن فيها رمق من الحياة، إذا هي تستحق. وحتى إن استحقت جرعة جنسية، لماذا لا؟ إن استحقت جرعة من المتعة، يعني لحظات متعة، فلماذا لا؟ يعني أن بتفكيرها بإنسانيتها تمنح هذا الجسد. كارين نراها ترفض أن تقترب من الموت، تصرخ إلى أختها تقول لها أنت ميتة، أنا ما زلت حية، لا تقتربي مني. نحن نعيش في هذا العصر، هذا العصر، ونحن نرى الموت في كل مكان، نرى الموت في كل مكان، نرى ضحايا الموت في كل مكان، نرى عنف الإنسان، عنف الموت. يعني الموت لم يأتي يعني هيك، يعني الموت جاء بسبب خطأ إنساني. هل يريد أنجمير برجمان أن يقول ذلك؟ لو كان قابيل لم يقتل هابيل سيأتي الموت، ولكن ربما كان سيأتي بطريقة محترمة، سيأتي بطريقة مريحة، سيأتي بطريقة أنيقة، سيأتي بطريقة، ولكنه يعني ذلك الخطأ الإنساني، ذلك الخطأ اللا إنساني، لأن يعني قابيل خرج من إنسانيته. فما يرتكبه الآن الإنسان من حماقات تجاه إخوة الإنسان؟ طبعا هون احنا سنجد أن جار دولة مجاورة لدولة تعتدي على دولة، سنرى أن حتى في يعني في نفس الدولة سنجد شعوب يمتلكون نفس اللغة، يمتلكون نفس القيمة، يمتلكون نفس الثقافة، يمتلكون نفس الدين، وهم يحاربون بعضهم البعض، يقتلون بعضهم البعض. هم إخوة، هم من أسرة واحدة، هم من جد واحد، هم من لغة واحدة، هم من وطن واحد، هم يرفعون علما واحدا، ومع ذلك هم يؤمنون بدين واحد، هم يصلون إلى جهة معينة، ومع ذلك هم يقتلون بعضهم البعض. أعتقد أن أنجمير برجمان هذا ما أراد أن أو هذا ما يشير إليه. هذه العلاقات، إذا عدنا إلى العلاقات الجسدية، هذه العلاقات بين جسدين، جسد مريض منهك ميت، وجسد حنون مفعم بالحيوية والحنان. هذه الخادمة برغم ما فعلته أو برغم ما فعله الله بطفلتها وما يفعله بسيدتها، رغم ذلك فإنها تهرع كل صباح إلى الصباح لتشكر الله على نعمه ومحبته. وهكذا يسعى برجمان بصورة شعرية، بصورة تأملية، بصورة تساؤلية أيضا،
ليحاول أن يكتشف قوة الإيمان. هذه الخادمة الفقيرة المحرومة المتعبة المرهقة البائسة، كيف تفرغ هذا الوقت الكبير للصلاة وطلب رضا الله؟ أنغمير برغمان، هون أنغمير برغمان في أفلام كثيرة جدا يحاول أن يعدد أو يحاول أن يعدد هذه الأسئلة حول الإيمان، حول إيمان الفقراء، حول إيمان العجائز، حول إيمان الضعفاء. هؤلاء الذين عندما ينتشلونهم من تحت الأنقاض فهم يقولون لا إله إلا الله، أو يقولون الله، أو يقولون المسيح، أو يقولون يسوع، أو يقولون أي إله يؤمنون به. هنا يطرح هذا المخرج السينمائي، هذا الإنسان، هذه القضايا الإنسانية، يكثف من الرموز، يستخدم الدلالات، الاستعارات، استعارة تلو استعارة، لتوغل في هذا العالم الميتافيزيقي، هذا العالم الغير المرئي. في كل أفلامه هنا نجد الكثير من اللامرئيات، هنا نجد الكثير من الأشياء المهمة التي يعني نحن يعني لا نقول لا مرئية بمعنى أنها لا موجودة أو أننا نحن ننكرها. يعني حتى ذلك الكافر، حتى ذلك الملحد، وإن كان لا كان ينكر إله الإله، إن كان يؤمن اليوم الآخر، إن كان يؤمن القبر وما بعد القبر، ولكن هنا يتعامل أنغمير برغمان، يتعامل أنغمير برغمان، يشتغل على الوجه الإنساني، الجسد الإنساني، كل اشتغالاته تأتي هنا، اشتغالات شعرية، اشتغالات سينمائية بلغة سينمائية. في هذا الفيلم نجده يحاصر الشخصيات، يتعمد دائما أن يغلق عليها، أن يقبض عليها بلقطات قريبة، يقبض عليها بكاميرات، يضغط عليها وكأنه يضغط عليها لكي تعترف، لكي تقترب، لكي هو يحاول أن يتوغل في الروح، ولا يهمه الجسد. هذا الجسد هو غلاف، هذا الجسد هو شكل، هذا الجسد هو يعني الأهم من ذلك هو ما يوجد بعد ذلك، ما يوجد داخل هذه الروح. الأبطال أنفسهم يجدون أنفسهم في مواجهة الاختبار، اختبارات رئيسية، اختبارات مهمة، اختبارات تفوق احتمالاتهم، معاناة جسدية تأتي بعد ذلك، هناك معاملات أو هناك معاناة نفسية. يعني كل هذه الأشياء، يعني نحن هنا مع شاعر يستجوب هذه الشخصيات، مع سينمائي يستجوب هذه الشخصيات، يحفر في الباطن، ليس الباطن الجسدي بقدر ما هو أيضا الباطن الروحي، مطاردة بعد مطاردة. يعني كل لحظة سنجد مثلا ماريا نفسها مرعوبة، تشعر بالرعب بسبب محاولة انتحار زوجها، يطلب المساعدة بعد أن غرز خنجره في بطنه. لكن قبل كل شيء، ما نتحدث عنه هو الداخل الأنثوي. أنغمير برغمان شخصية وإنسان وشاعر وكاتب وسينمائي وفنان، هو بديع، هو يحاول أن يستكشف هذه الشخصيات الأنثوية، هو يعتبر أن الرمز، أن القداسة، أن القوة، أن يعني ليست في ذلك الرجل، ربما يكون يعني المرتبة الثانية، ليكون المرتبة الثالثة، ليكون المرتبة الرابعة، المعاناة، القداسة الحقيقية، فهم الإنسان لا يمكن أن يأتي من خلال شخصية ذكورية، لكنه ممكن أن يأتي من شخصية أنثوية. يعني نحن هنا نستحضر هذه حواء، حواء المحفزة للخيال، حواء التي يعني لديها الرغبة، لديها الشهوة، لديها اللذة، لديها التخيل، لديها يعني ليست بذلك الشخص المطيع، ليست بذلك الشخص الذي يعني مجرد أن يحفظ كلمات الرب ويرددها، لمجرد أن يسعى، لمجرد أن يتعبد، لمجرد أن حتى فلذلك هو هنا يمسخ هذا الإنسان، هو يمسخ هذا الرجل. هذا الرجل يصبح في كثير من الأفلام، من أفلام أنغمير برغمان، وكنا تحدثنا قبل ذلك عن فيلم العار، سنجد كيف تحول ذلك الرجل، تحول إلى شيطان، تحول إلى قاتل، تحول إلى شخص ممسوخ، بينما المرأة حاولت أن تحافظ على إنسانيتها بقدر الإمكان. نحن في زمن الحروب، نحن في زمن الأوبئة، نحن في زمن تسقط الأقنعة، تسقط كل شيء، نحن تتغير أنفسنا، نتغير تفكيرنا، تتغير أحلامنا، تتغير إيماننا حتى بالله. نحن في هذا الزمن، في زمن الحروب، في زمن البؤس، في زمن الكوارث، في زمن
الزلازل في زمن الهزائم، في زمن يعني الطغيان، في هذا الزمن المقلق، حتى يتغير رؤيتنا إلى الله، تغير رؤيتنا للسماء. عندما ننظر إلى السماء قد نراها فارغة، كما سنجدها بعد ذلك عندما نتحدث عن أفلام أندري تاركوفسكي. هناك مجموعة من التشابكات، وأنا أتحدث عن أندري تاركوفسكي، لويس بونويل، جان كوكتو، بيير باولو بازوليني، أنغمار برغمان. هؤلاء الشخصيات، والذي أمضيت زمنا كبيرا جدا في البحث في هذه السينما، في هذه الأفلام، في عشرات من أفلامهم، أجد نفسي دائما يعني أربط، وأجد أن هناك علاقات كثيرة جدا، هنالك أسئلة مشتركة، وهي هذه الأسئلة لا يوجهها السينما إلى، يوجهها الشاعر فقط إلينا نحن كمشاهدين، إلينا نحن كبشر أيضا، يوجهها إلى السماء، يوجهها إلى الله، يوجهها إلى هذا العالم الموبوء بالطغيان، الموبوء بالقسوة. كنت معكم حميد عقبي، أعتذر جدا عن الصوت، ربما يكون رديئا، أعتذر أيضا أنني لست في حالة جيدة. وهذه الأفلام مهما تشاهدها فإنك لن تستطيع في المرحلة الأولى، في الحديث الأول، في المقالة الأولى، في المقالة العاشرة، في المقالة حتى 100، أن تلم بهذا الزخم الكبير، هذا التفكير، هذه الصور. لا تستطيع، وأنت عندما تشاهد هذه الأفلام، شاهدوها مرة، شاهدوها مرتين، شاهدوها 3 مرات، أعتقد أنكم ستصادمون بنص ما أصبت به. كونوا معي في حلقات قادمة، نحن تعدينا 100 حلقة تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. كنت معكم حميد عقبي باريس. شاو شاو.